للمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من مدينة غزة الصحفي محمد عرب. مرحبا بك أخ محمد. حيثيات هذا الاستهداف، هذا العدوان الجديد على طالبي المساعدات في شرق مدينة غزة، كيف حصل ومتى حدث ذلك؟ نعم بدر، حتى اللحظة لا تزال الإصابات تصل تباعا إلى مستشفى الشفاء من مفترق الكويت شرق مدينة غزة. هذا المفترق الذي يتواجد به المواطنون بشكل شبه يومي بعد الحصار الخانق الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، مما فاقم من معاناة المواطنين وانتشار المجاعة بين المواطنين في شمال قطاع غزة. يذهب المواطنون بشكل يومي إلى هذه المناطق التي تدخل منها المساعدات إلى شمال قطاع غزة بشكل ضئيل جدا، يخاطر المواطنون بحياتهم على أمل الحصول على بعض من المواد التموينية التي تدخل من مفترق الكويت. استهدفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، طبعا في كل مرة وفي كل يوم تدخل هذه المساعدات يتم استهداف المواطنين بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة على مفترق الكويت ومفترق النابلسي. حتى اللحظة وصل إلى مجمع الشفاء الطبي أكثر من 30 إصابة جلها في الأطراف السفلية من الجسم، إصابات صعبة جدا تحتاج إلى عمليات جراحية عاجلة وتحتاج إلى معدات طبية، شرائح من البلاتين. طبعا كل هذه المواد غير متوفرة الآن في مستشفى الشفاء الطبي، الغرف العمليات متوقفة داخل مجمع الشفاء الطبي بفعل تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذه العمليات بعد حصاره قبل 4 أشهر من اليوم وإيقافه عن العمل. تتفاقم معاناة المواطنين بشكل مستمر مع استمرار الحصار على شمال قطاع غزة، انتشار كبير جدا بين الأطفال لأمراض نتيجة سوء التغذية، انتشار لمرض التهاب الكبدي وظهور علامات الاصفرار على أعداد كبيرة جدا من الأطفال، ورود أعداد كبيرة جدا إلى المستشفيات من الأطفال. حتى اللحظة حسب بيان وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية من الأطفال إلى 23 شهيدا بعد استشهاد 3 أطفال اليوم داخل مجمع الشفاء الطبي. نفاس تام أيضا للأدوية والعلاجات في مخازن الصحة في شمال قطاع غزة، مما يفاقم من معاناة المواطنين بشكل كبير جدا. مناشدات عديدة جدا من وزارة الصحة ومن الأطباء بضرورة التدخل العاجل من المؤسسات الحقوقية ومؤسسات الدولية بإدخال المستلزمات الطبية والأدوية إلى مستشفيات شمال قطاع غزة المنهكة والمتوقف جلها عن العمل. الآن المستشفى الوحيد الذي يعمل كما نستمع حتى اللحظة لا تزال تصل الإصابات من مفترق الكويت إلى مستشفى الشفاء. طبعا جدير بالذكر أن في هذه الأثناء لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إلى هذه المنطقة لخطورتها واستهداف أيضا طواقم الإسعافات. بالأمس استهدفت قوات الاحتلال على مفترق النابلسي في مثل هذا الوقت عدد من المواطنين، وصل حتى اللحظة من يعني حتى صباح اليوم أكثر من 9 شهداء من مفترق النابلسي. تتزايد وتتفاقم معاناة المواطنين بشكل مستمر مع استمرار الحصار الإسرائيلي على شمال قطاع غزة. استفسار أخير محمد بخصوص المساعدات على شحها وقلتها وندرتها التي تدخل إلى قطاع غزة، هل تتضمن أيضا أي قدر من المستلزمات الطبية لهذه المستشفيات التي هي في أمس الحاجة إليها، أم أنها فقط أغذية ومساعدات غذائية؟ حتى اللحظة ما يتم دخوله إلى شمال قطاع غزة كما تحدثت هي كميات ضئيلة جدا لا تكفي حي من أحياء قطاع غزة. المستلزمات والأدوية والعلاجات لم يتم دخولها إلى شمال قطاع غزة منذ 4 شهور حتى اللحظة. محاولات عديدة ومناشدات كثيرة من قبل وزارة الصحة بإدخال هذه المستلزمات والأدوية، لكن للأسف حتى اللحظة لم يدخل. ننوه أن
أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتهجير الطواقم الطبية قصرا من شمال قطاع غزة، من مستشفى لاندونيسي بعد حصاره، ومن مستشفى كمال عدوان بعد حصاره، ومن مجمع الشفاء بعد حصاره. قامت بترحيل الكوادر الطبية إلى جنوب قطاع غزة. الآن شمال قطاع غزة يعاني من نقص وانعدام في الطواقم الطبية وانعدام في المستلزمات والأدوية بشكل كبير، مما يفاقم من معاناة الجرحى والمرضى في شمال قطاع غزة في هذه الأثناء. كل شكر لك محمد عرب الصحفي من مدينة غزة.